لا الوقت في رهبه يا جماعه، في رهبه. انا طبعا هي قالت انا هقدم جائزه مدير تصوير، سلمى قالت كل حاجه، بس انا عايزه ازود حاجه ثانيه، انه هو الشخص الوحيد في اللوكيشن اللي ممكن نفضل في الكرفان مستنيينه يوم واثنين وثلاثه علشان بيظبط ومستنى ومحدش يقدر يتكلم. لا طبعا مفيش حد يقدر يتكلم. وفي الاخر علشان نشوف الصوره الحلوه اللي بنتبسط اللي هما بيطلعوها لنا في الاخر، تعالوا نشوف شورت ليست. بس كنت شايلهم من النادي وكمان كريم. ايوه يا كريم. وازاي بس يا شيخ بس تطلع قدامك.